كيف ساهم الفساد الحكومي ونظام المحاصصة الطائفي في تفاقم ظاهرة الفقر في العراق الجديد؟ وهل عملت الحكومات المتتالية بعد العام 2003 فعلاً على تقليل حجم ظاهرة الفقر كما تفعل مع بقية الظواهر السلبية الأخرى؟ وما هي تبعات تفاقم ظاهرة الفقر في العراق على المجتمع وقيمه وأمنه في ضوء تفشي الجرائم ذات الصلة بالفقر والعوز المادي